بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنتطرق مرة أخرى لموضوع اللحظة. يتعلق الأمر طبعا بوباء كوفيد-19، لكن من زاوية فكاهية. طبعا سنرى بعض الصور الكاريكاتورية التي نشرت خاصة باللغة الفرنسية. إذا مع هذه الصورة مثلا، كما نرى لشينوا غوبخين لو ترافاي، الصينيون يأخذون مرة أخرى العمل. عندنا لو فيرب غوبخوندر، طبعا بخوندر يعني أنك تأخذ، غوبخوندر يعني أنك تأخذ مرة أخرى. لشينوا غوبخين لو ترافاي، الصينيون يأخذون مرة أخرى العمل. وكأن هذا الفيروس يعود مرة أخرى للواجهة فيأخذون العمل مرة أخرى. ثم عندنا في وسط الصورة كما نلاحظ أحد الأجهزة يبعث أصوات كما نرى، بيب بيب بيب. ثم يقول أحد الشخصين لو لوجيسيال دو ريكونيسونس اي غريبي، لو لوجيسيال دو ريكونيسونس اي غريبي، يعني أن برنامج التعرف، طبعا نتكلم عن لو فيرب ريكونيتر مثلا، يعني أنك تتعرف على شيء أو أنك تعترف بجميل مثلا. إذا نحسب الحالات، إذا هنا عندنا ريكونيسونس، كما لو أن في الصورة هناك أجهزة عليها برامج للتعرف على الأشخاص الذين بهم مثلا حرارة هاد الفيروس. كما نعلم بأنه من علامات إصابة الشخص بهاد الفيروس أنه تحصل له حمى، وبالتالي من خلال هاد الأجهزة مثلا يمكن التعرف على الأشخاص من خلال حرارة المنبعثة من الجسم. إذن يقول له ماذا؟ لو لوجيسيال دو ريكونيسونس اي غريبي، كما لو يقول له بالدرجة المغربية بأن برنامج التعرف على هاد المرض بأنه دغريبا. تنعرف بأن لا غريب هو الزكام. طبعا في حالات أخرى تعني البغض، في استعمالات أخرى كلمة لا غريب تعني البغض. ثم في الصورة الموالية لا شين أمبلوا لي غون مويان، لا شين أمبلوا لي غون مويان، الصين تستعمل أكبر الوسائل. طبعا كما نرى في الصورة إحدى هذه الوسائل هناك كاميرات مجهزة بأنظمة للتعرف على الأشخاص المصابين مثلا، أو لمراقبة الأشخاص الذين لا يرتادون القناع. ثم هناك بوق، ثم هناك بوق كما نرى يصدر منه صوتا يقول ماذا؟ سو كي مورون دي كورونافيروس سون إكسكلو دي بارتي، سو كي مورون دي كورونافيروس سون إكسكلو دي بارتي، سو كي مورون الذين سيموتون. عدنا لو فيغ موغيغ او فيتور سامبل، اذا الذين سيموتون بفيروس كورونا، سو كي مورون دي كورونافيروس سورون، هذا لو فيغ اتر حتى هو في لو فيتور سامبل. اذا تنقولوا جو سوري تي سورا ايل سورا نو سورون فو سوري ايل سورون. اذا هنا نتكلم عن الذين سيموتون بفيروس كورونا، سيموتون نتكلم عن مجموعة أشخاص في الغائب، إذا نقول عنهم إيل مورون، إذا هم سيموتون. إذا سو كي مورون دي كورونافيروس سورون إكسكلو، إذا الذين سيموتون بسبب فيروس كورونا سورون إكسكلو. طبعا نتكلم أيضا عن لو فيرب إكسكلور، إكسكلور يعني أنك تقصي وتبعد. إذن هاد الأشخاص الذين سيموتون بفيروس كورونا سيقسون وسيبعدون من ماذا؟ دي بارتي، سيبعدون من الحزب. طبعا تنعرفوا بأن في الصين تحكمها حزب واحد، يعني فيه تعصب ومعارضة الحزب تعتبر خيانة كبرى إلى آخره. على كل حال طبعا الكتابة هنا تلامس هذا الواقع. ثم عندنا في الصورة الموالية إيفو vous partez où pour les vacances de Pâques؟ طبعا Pâques المقصود بها عيد الفصح عند المسيحيين. et vous وانتم، vous partez où، انتم ستذهبون اين، فين غتمشيو؟ pour les vacances de Pâques، بالنسبه لعطله عيد الفصح. تجيب العائله الاخرى on hésite، عندنا لو فيرب hésiter، hésiter يعني انك تتردد، ومنها انك تتردد في أخذ قرار مثلا. هنا عند المعنى ديال التردد كما نقول الحقيقي اون نزيت، يعني أننا نتردد اونتخ لو صالون بين البهو
إلى صالة مونجي وبين قاعة الأكل، يعني أننا نتردد فقط بين هد الغرفتين ولا نخرج منهما، وكأنهما يترددان مثلا بين مدينتين. إذن أونيزيت أونتخ لو صالون إلى صالة مونجي، يعني بحالة نقولوا بأنهم تيترددوا بين الصالون وبين القاعة الأكل. ثم فالصورة المالية كورونا فيروس دوبوي كون نو سو سير بلو لا مان، منذ أن لم نعد نشد على اليد. طبعا لو فيغ سيغي يعني أنك تأخذ على شيء ثم تضغط عليه. طبعا عند التحية باليدين الشخص يأخذ بيد صاحبه مثلا ثم يضغط عليها بحرارة مثلا لتحيته. إذن دوبوي كون نو سو سير بلو، منذ أن لم نعد كما نقول نضغط بهالطريقة على اليد. جو تخوف يعني أنني أجد، المقصود بأنني أظن. جو تخوف كنا غاني، أعتقد بأننا ربحنا. جو تخوف كنا غاني، أعتقد بأننا. طبعا هنا عندنا جو تخوف يعني أنني أجد، ولكن المقصود به حسب سياق الجملة أنا أعتقد. كنا غاني أون إليغونس يعني أعتقد بأننا ربحنا أون إليغونس. الإليغونس المقصود به هو الرشاقة، هو الأناقة، هو اللباقة. هو الأناقة، هو الرشاقة، هو اللباقة. يعني الإنسان ما بقاش يبذل مجهود باش يحيي الآخر، يعني أن الإنسان لم يعد يبذل مجهودا حتى يذهب إلى الآخر ثم يأخذ بيده ويضغط عليها ثم يحييه إلى آخره. الإنسان أصبح من بعيد يحيي الآخر دون تكلف هد المشقة وبلا باقة. مادام أن الوضع مفهوم، مادام أن الوضع مفهوم، يعني أن الإنسان لم يعد يقوم بهذا الأمر بحجة فيروس كورونا. Depuis qu'on ne se serre plus la main, je trouve qu'on a gagné en élégance. Depuis qu'on ne se serre plus la main, je trouve qu'on a gagné en élégance. في الصورة الموالية سنتحدث عن كاريكاتير نشر على مجلة دنماركية أثار طبعا غضب الصين، وهناك كاريكاتير آخر مشابه تقريبا على جريدة بلجيكية أثار نفس الموضوع. إذن كما نرى هنا une caricature sur le coronavirus dans un journal danois. إذن نتكلم عن كاريكاتير لفيروس كورونا dans un journal danois على جريدة دنماركية. provoque يعني أنه أثار، نتكلم عن لغة provoque يعني أثار. لا كولير أثار القلق، دول الشين أثار قلق الصين. لزوتوريتي شينوا أكوبنهاج، إذا نتكلم عن السلطات الصينية بكوبنهاج. طبعا كوبنهاج المقصود بها العاصمة الدنماركية، السلطات الصينية بالعاصمة الدنماركية المقصود بها السفارة أو الممثلين الدبلوماسيين. السلطات الصينية بكوبنهاج أو كوبنهاجن كما نقول بالعاصمة الدنماركية المقصود بها الأشخاص الصينيون الذين يمثلون دبلوماسيا الذين يمثلون الصين بالدنمارك. إذن لزوتوريتيشين وكوبنهاج استيم، إذن السلطات الصينية بكوبنهاج لزوتوريتيشين وكوبنهاج استيم كل كاريكاتير. السلطات الصينية بكوبنهاج أو كوبنهاج استيم يعني أن تقدر، عندنا لغة استيمي، استيمي يعني أنك تقدر، تقدر وضعية، تقدر ثمنا، تقدر شيئا. إذا نتكلم عن استيمي، إذا les autorités chinoises à Copenhague estiment que la caricature، إذا السلطة الصينية بكوبنهاج أن تقدر بأن هذه الصورة الكاريكاتورية كي رومبلاس لي زيتوال دي درابو شينوا التي تعوض نجوم العلم الصيني باغ دي ديسان دو فيروس برسوم الفيروس افرانشي لا ليميت ايتيك، يعني أنها تجاوزت كما نقول الحدود الأخلاقية دو لا ليبرتي للحرية ديكسبريسيون لحرية التعبير. السلطات الصينية تقول بأن هذا الرسم الذي نشرته جريدة دنماركية أنه تجاوز الحدود الأخلاقية لحرية التعبير. إذن نتكلم عن لوفير فرانشير أفرانشي يعني أنه تجاوز، لوفير فرانشير يعني أنك تتجاوز، مثلا أنك تتجاوز حدود بين بلدين مثلا، نتكلم عن لوفير فرانشير.
Les autorités chinoises à Copenhague estiment que la caricature qui remplace les étoiles du drapeau chinois par des dessins de virus a franchi la limite éthique de la liberté d'expression. إذن كما نرى في الصورة هذه هي الصورة التي أثارت ضجة ثم نرى في الصورة الموالية باك إذن كما قلنا فيما سبق عيد الفصح عند المسيحيين إذن يسمى باك يكتب أس على فاه سو باتيسي هذا الحلواني سو باتيسي هذا الحلواني بغوطون من منطقة بغوطان فون النوف يعني أنه يبيع بيضة فون سي لو فيغ فوندر سي لو فيغ فوندر هذا فعل باع فون ان نوف يعني انه يبيع بيضه اون شوكولا يعني من الشوكولاته اون فورم دو كورونا فيروس على شكل فيروس كورونا ليس هذا فحسب بل هناك اختراعات اخرى ان صح التعبير مينيو بيجو بابي تواليت مينو يعني انه ظريف اذا نتكلم عن مينو بيجو بابي تواليت اذا نتكلم عن حولي بيجو يعني حولي بابي تواليت يعني أنه مصنوع من ورق المرحاض إذا نتكلم عن حولي ورق المرحاض ظريف كما نقول بوكل دوغاي بوكل دوغاي المقصود بها أقراط الأذنين بوكل دوغاي نتكلم عن أقراط الأذنين أفيكس تخاس من الماس الصناعي من الماس الصناعي يعني أنه ليس ماسا حقيقيا إذا طبعا هاد الأقراط كما نلاحظ هي فقط لتذكير بالحالة التي وصلها الكثير من الشعوب خاصة مثلا الشعب الفرنسي الذي صارع إلى شراء كمية كبيرة من المواد الغذائية ومن وراق المرحاض وصارع أيضا إلى شراء أوراق المرحاض ثم مع هذا الرسم الكاريكاتوري الغاية في الروعة كما نرى تكتب عنه هذه الجريدة سي سون دوت لا ميور كاريكاتور إنه بدون شك سي سون دوت إنه بدون شك لا ميور كاريكاتور أحسن كاريكاتور رياليزي با لو سيليبر أرتيست الذي أنجز بالفنان المشهور نتكلم هنا عن لوفاب رياليزي يعني أنك تحقق شيء وتنجز شيئا إذا نتكلم عن لوفاب رياليزي ومنها لا رياليزاسيون يعني أنك تحقق شيئا أو تنجزه إذن كما نتكلم عن تحقيق أو إنجاز سي سون دوت لا ميور كاريكاتور رياليزي بار لو سيليبر أرتيست إذا نتكلم عن أحسن كاريكاتور أنجز من خلال لو سيليبر لو سيليبر المقصود به مشهور أرتيست يعني فنان إذن كما نرى الاسم إيغريك إيغريك سور لو كوتيديان على اليومية نتكلم عن الصحيفة اليومية سور لو كوتيديان على اليومية يعني أن هذا الرسم نشر على الجريدة اليومية sur le quotidien le journal du Québec le journal du Québec إذن هو نشر على هذه الجريدة ce mois-ci هذا الشهر ce dessin résume ses biens avec humour إذن ce dessin هذا الرسم résume c'est le verbe résumer يعني أنك تلخص هذا الرسم يلخص ses biens بشكل كبير et avec humour وبفكاهة l'angoisse grandissante إذن هو يلخص l'angoisse grandissante إذن هو يلخص القلق المتصاعد كما نقول هنا عندنا الverb grandir يعني كبر إذن نتكلم عن هذا القلق بأنه يكبر المقصود بأنه يتصاعد l'angoisse grandissante de la bourse de Wall Street إذن نتكلم عن القلق أو الخوف المتصاعد لبورصة وول ستريت et de toutes les bourses mondiales d'ailleurs ولكل بورصات العالم بالأحرى كما نقول et de toutes les bourses mondiales d'ailleurs ولكل بورصات العالم بالأحرى طبعا هذا الرسم هو يتحدث عن بورصة وول ستريت ولكن بطريقة غير مباشرة هو يتحدث أيضا عن كل بورصات العالم devant la pandémie يعني أمام الجائحة du coronavirus, les virus corona, qui envahit le monde. C'est le verbe envahir. هذا فعل احتل. هذا الرسم الذي يمثل الخوف المتصاعد لبورصة وول ستريت أمام جائحة كورونا فيروس. C'est le verbe envahir. يعني يجتاح أو يحتل أو يكتسح. إذن c'est le verbe envahir.
نتكلم هنا عن هذا الرسم بأنه يختصر بشكل كبير وبفكاهة، يختصر الخوف المتصاعد في بورصة وول ستريت أمام جائحة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم. لينورم ستاتي دي طورو أن برونز، لينورم ستاتي. إذن على هذا الرسم نرى أن لينورم ستاتي، نرى تمثالا ضخما دي طورو للتور أن برونز، لتورين من البرونز. إذن طبعا مادام أن هذا التور مصنوع من البرونز كما نرى في الصورة، إذن فهو يرمز للقوة. طبعا هي قوة هاد المكان، هي قوة هاد البورصة مثلا، أو قوة هاد المكان حيث توجد البورصة. إذن فهو يرمز إلى قوة هاد المكان حيث توجد البورصة وأبناك أخرى كما سنرى. لينورم ستاتي دي طورو أن برونز، التمثال الضخم لتور من البرونز. كي ريبريزونت إي سامبوليز، الذي يمثل ويشير إلى سوكارتي، سوكارتي دي فينانس، يشير إلى هذا الحي للتموين برؤوس الأموال. نتكلم عن لي فينانس المقصود بها التمويلات، تمويلات بالرؤوس الأموال. إدي بانك والأبناك أو وازينونت يعني المجاورة. إذن هذا التمثال لتور مصنوع من البرونز يشير لهاد الحي، حي للتموينات برؤوس الأموال. إذن هو يرمز إلى حي معروف بمهنة التمويل برؤوس الأموال، إدي بانك أو وازينونت، ويرمز إلى الأبناك المجاورة. ترانسبير، ترانسبير طبعا لو فيرب ترانسبيري يعني أنك تتصبب عرقا. لو فيرب ترانسبيري المقصود بأنك تتصبب عرقا. هنا التصبب ليس بالعرق، هنا التصبب بالخوف. إذا نتكلم عن هاد المكان كي ترانسبير دو بور، الذي يتسبب خوفا. دوفون لا فوني اون توريست، أمام المجيء، كما نقول في سياحة اون توريست، أمام المجيء في السياحة. مجيء ماذا؟ دي غدو طاب الفيروس مقتل، لفيروس مخيف قاتل، لفيروس مخيف قاتل. غدو طاب المقصود به مخيف، مقتل يعني أنه يسبب لامور، لامور يعني الموت. أونيفي، أونيفي وهكذا في الواقع، ست سومين، أونيفي ست سومين، أونيفي في الواقع ست سومين هذا الأسبوع. a été la pire qu'on connu les places financières. إذن هذا الأسبوع هو الأسوأ. qu'on connu les places financières، هذا الأسبوع هو الأسوأ. qu'on connu les places financières mondial، الذي عرفت، كما نقول الذي عرفته les places financières mondial، أماكن التمويل العالمية. نتكلم عن الأبناك والبورصات، 72 des places financières. إذا نتكلم عن أماكن تمويلية مونديال يعني أن عالمية. دوبوي لا كريز دو 2008، إذا منذ أزمة 2008. إذا هاد الحالة التي تحدث الآن هي أسوأ ما مر على هاد الأماكن التمويلية برؤوس الأموال منذ لا كريز، منذ أزمة دو 2008 ل 2008. إي سا نو في كو ديبيتي، وهذا لم يفعل إلا كما لو نقول بدأ. المقصود بأن هذه فقط البداية، المقصود بأن هذه فقط البداية. يمكن أن الأمور تكون أسوأ، ممكن أن الأمور تسوء إلى أكثر من هذه الحالة. طبعا في الصورة الموالية كما نرى أيضا هناك جريدة بلجيكية تسمى دي ستوندا، كما نرى هي أيضا نشرت كاريكاتورا قريب شيئا ما من الصورة الكاريكاتورية التي نشرتها الجريدة الدنماركية. كما نرى كورونا فيروس، لا شين اكزيج ديز اكسكوز دو دي ستاندا ا كوز دون كاريكاتور كيل جوج دي بلاسي. لا شين اكزيج، الصين تطالب ديز اكسكوز، تطالب باعتذارات دو دي ستاندا، من جريدة دي ستاندا ا كوز دون كاريكاتور، بسبب صورة كاريكاتورية كيل جوج التي تحكم عليها. كما نقول المقصود بأنها تقدرها بمعنى آخر ديبلاسي، ديبلاسي بأنها غير مناسبة، بأنها غير مناسبة. إذا لو ريداكتور ان شيف، إذا نتكلم عن رئيس التحرير دي جورنال للجريدة كاريل فيروفن، إذا هذا اسم شخص نابا لانتونسيون، لم تكن له النية،
داكسيد أسيت دوموند للوصول إلى هذا الطلب. المقصود بأن الأمر عادي لم يكن يتطلب هذا المستوى من القلق إن صح التعبير. إذا مستأنف مع هذه الصور في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.